السلام عليكم، مرحبا بكم مع فيديو جديدة وحصة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 85 لاباج 85 دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الرابعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أتم الصحة والعافية. نبداو على بركة الله بلا ما نطول عليكم. دونك التكست اللي عندنا اليوم العنوان تاعها تيتخ، لو تيتخ، العنوان هو لو تيتخ. بوركوا فير دو سبور، بوركوا فير دو سبور، لماذا الرياضة؟ أو لماذا نمارس الرياضة؟ Mes parents me disent toujours éteins la télévision et va faire une balade à vélo. Mes parents me disent toujours éteins la télévision et va faire une balade à vélo. Mes amis me proposent viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. Mais pourquoi tout le monde veut-il faire du sport? Mes parents me disent, يعني والديا, mes parents هي ماما وبابا, والديا بزوج. Mes parents me disent, تيقولوا لي دائما, éteins la télévision, طفي التلفازة et va faire une balade à vélo. واجي دير واحد البلاد, يعني هي مكتوبة هنا promenade, يعني رحلة, جولة, جولة بالدراجة. Mes amis me proposent, أصدقائي يقترحون علي, viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. زعما أجي تلعب معنا واحد الماتش ديال كرة القدم لو سامدي, يعني نهار السبت في العشية. Mais pourquoi, علاش, لماذا, tout le monde veut-il faire du sport, الجميع يريد أن يقوم أو لا يمارس الرياضة. دابا غادي نجيو علاش, غنجاوبو على هاد السؤال هذا اللي طرح. Quand tu fais du sport, tu te muscules. Tu supportes mieux les efforts. Les escaliers te semblent moins hauts. Et tu te sens en meilleure forme. Est-ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la pratique du sport te protège contre de nombreuses maladies. هنا يعني quand tu fais du sport, يعني عندما تمارس الرياضة, يعني يعني تقوي العضلات ديالك, وكذلك تتولي كتحمل, كتولي عنده قوة التحمل. مثلا لي زيسكاليي, سكاليي هما الدروج, الدروج تيوليو يجيوك قليل ودغيا طلعهم, كيوليوش كيجيوك عاليين, تيجيو لك نازلين دغيا طلعهم, مابقاش مازال تتعجز عليهم لانه كيكون الجسم ديالك مطريض. tu te sens en meilleure forme, يعني تتحس براسك اون فورم كيما كنقولوا بالدارجه نيت. كذلك لو سبور, لا براتيك دو سبور, يعني ممارسه الرياضه, تو بروتيج كونتر, تحميك ضد مجموعه من الامراض. لي مالادي هما الامراض. que tu marches une demi-heure chaque jour, يعني عندما تتمشى, المشي, tu marches, تمشي, une demi-heure, demi-heure هي نصف ساعة, على الأقل واحد نصف ساعة chaque jour, يعني كل نهار, كل يوم نتمشى واحد نص ساعة. que tu fasses du foot, du tennis ou de l'équitation, pratiquer un sport te permet d'apprendre une nouvelle activité, de te sentir bien dans ton corps. يعني متى تتمشى ولا متى تلعب الكرة, تتحرك رجليك, تلعب التنس, أي رياضة كتلعبها كتعطي الجسم ديالك واحد الطاقة جديدة, كتعطيه واحد الحيوية وكتخليه في أفضل حال. de te musculer et de ressentir du plaisir, هي أن مسكري يعني العضلات ديالك كتقدهم, كيوليو الجسم ديالك تتقد, ما كيوليش هكا منونخ وغادي عجزان وحالتك, ما بالعكس انت دير السبور كتحس براسك هكا اون فورم, العضلات ديالك مشدودين, الوقفه ديالك مقاده, المشيه ديالك قافز كيما كنقولوا بالدارجه. فوالا, و ريسونتير دو بليزير, يعني ديما تحس براسك فرحان, ديما عندك طاقه ايجابيه, ديما كتكونش فيه ديك العجز, ديك العجز هو اللي تيجيب لنا الكآبه والحزن. اما الانسان تيكون ناشط, تيكون فرحان, ديما كيكون ايجابي. سي ديجا با مال نو. اي دونك نمشيو دابا لي كيسيون. اوبسيرف لي فوتو كو فوا, تي بحال ديما شنو كيبان لك في الصور.
Donc, نقدروا نقولوا je vois un enfant sur son vélo, يعني الطفل فوق دراجته. Un autre enfant qui se prépare à monter des marches d'escalier. زعما ألاحظ طفلا يستعد إلى يستعد للصعود على الدرج. الإسكالية هما الدروج. Selon toi, يعني باعتقادك, ce texte est واش هو هاد التكست هذا هاد النص واش هو استوار اون استوار قصه ولا ان ارتيكل دو جورنال؟ الا جينا نشوفو مزيان التكست تشوفو لتحت فيه دابري ان ارتيكل. اي راه الجواب كاين هنا. ارتيكل ارتيكل هو مقال. اكيل دات اتي لي تي بوبليي بوبليي زعما امتى تنشر هاد المقال للجريده. حتى هي كاين هنايا بوبليي لو 1 سبتمبر 2017. يعني هذا المقال تنشر في هذه الجريدة هذه في 1 شتنبر 2017. دونك فوالا دونك غنختاروا هذا الجواب هذا ان ارتيكل دو جورنال يعني مقال في الجريدة. اكيل دات في اش من تاريخ فاش تنشر؟ فوالا تنشر في لو 1 سبتمبر 2017. مزيان. دابا ندوزو للكاتر لي لو تيكست نقراو التكست دو كيل لوازير باغيل تيل زعما اش من هوايات علاش كيهضر. ثم سيت لي نو دو تخوا سبور دو تيكست يعني نذكروا ثلاثه ديال الرياضات تذكروا في هذا التكست هذا تذكروا ماشي من عندنا حنا يكونوا تذكروا في النص. دونك لو تيكست بارل دي لويزير دو سبور كيهضر على السبور بالضبط كيهضر على الرياضه. لي سبور لي مذكورين في التكست نقدروا نقولوا فوتبول مكاينه فيلو لا مارش تنس هادو كلهم تذكروا في التكست كاينين مذكورين. لا مارش هي المشي راه قالوا زعما الا تمشيتي نص ساعه دونك كيهضروا على لا مارش. تنس الفيلو هي البيكالات ركوب الدراجه. 6 كوش سو كي فري نديرو علامه في الفري فري هي صحيح. اون فوزون دو سبور يعني ممارس الرياضه يعني كتمارس الرياضه اش كيعني هذا؟ كيعني انك تي اتراب دي مالادي دي مالادي Tu supportes mieux les efforts, tu es en meilleure forme. يعني ملي تكون كتمارس الرياضة كتكون عرضة للأمراض تصاب بالأمراض طبيعة الحال لا. Tu supportes mieux les efforts تولي عندك قوة التحمل نعم. Tu es en meilleure forme وي كتكون فواحد كتكون اون فورم كتكون في صحة جيدة نعم صحيح. 7 relève une phrase impérative du texte. فراز امبيراتيف هما ديرهم في لاغرامي هما الجمل الامريه فيهم الامر. نقدروا نقولوا اختاريت لكم هنا زوج تاع لي فراز دو فراز. ايتان لا تيليفزيون اطفئ التلفاز هذا امر اطفئ التلفاز. ايفا فير ايفا فير واجي دير تركب البيسيكليت نتاعك الفيلو. الجمله الثانيه فيان فير ان ماتش دو فوتبول تعال للعب معنا تعال اجي هي توا اون فراز امبيراتيف. ندوزو لويت دو كوا نو بروتيج لو سبور زعما من ماذا تحمينا الرياضه شنو الحاجه اللي كتحمينا منها الرياضه. وتسعود دون لي نو دو دو سبور كو تي براتيك او كو تي فو براتيكي يعني نذكروا زوج تاع الرياضات اللي تتمارسهم كديرهم او اللي كتمنى انك ديرهم من بعد. دونك ويت لو سبور نو بروتيج الرياضه تحمينا ضد كونتر هي ضد دو نومبروز مالادي ضد مجموعه من الامراض. 9 هنا اقترحت عليكم انا بعض الرياضات بالنسبه لي انا مثلا تعجبني الفوتبول لا ناتاسيون السباحه لا جيمناستيك زعما الجيمباز هادو تيعجبوني نديرهم كنديرهم اولا تيعجبني نديرهم من بعد. نتوما كذلك تختاروا الرياضات اللي بغيتي وماشي بالضروره تكتبوا هاد. كنكونوا سالينا لا فيديو نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا واستمتعتوا. نتلاقاو ان شاء الله باش نديروا التصحيح ديال هاد الصفحه هذه ديال لا كونجيكيزون. نقول لكم الى اللقاء.